أهلا بكم. كشف فريق تفتيش الرقابي عن عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة توضح العقارات التابعة لوزارة المالية، سواء لدى الدائرة الرئيسية أم في فرعها في محافظة ميسان. وتنقلت مصادر صحفية وثائق تؤكد بيع عدد غير معروف من عقارات الدولة في ميسان خارج الجرد الذي طلبته الحكومة، كما أن دائرة عقارات ميسان أهملت الأضابير، الأمر الذي تسبب بتحصيل 25% فقط من قيمة تلك العقارات. وأشارت المصادر إلى أن الفريق الرقابي أوصى بإجراء مسح شامل للرقعة الجغرافية للمحافظة وتثبيت العقارات كافة التابعة لوزارة المالية في قاعدة بيانات إلكترونية بأسرع وقت ممكن. قالت مصادر صحفية أن هناك خلافا متصاعدا بين جهة تمويل وشركة بناء لمجمع السكني في بغداد. وذكرت المصادر أن مصرف الرشيد مول شركة الحياة الجديدة بمبلغ مقداره 79 مليار دينار من دون ضمانات، ما أدى إلى حدوث شبهات ببنود العقد المبرم بين المصرف والشركة المنفذة للمشروع. وأضافت الوثائق أن مبلغ التمويل يمثل 20% من قيمة شراء الوحدات السكنية البالغ عددها 3500 وحدة. ضبط عدد من العجلات تحوي على مادة الحنطة الفاسدة في سيل وبعقوبة بمحافظة ديالى. وقال مصدر صحفي إن مفارز مديرية الأمن في ديالى ضبطت 5 عجلات من الحنطة المصبوغة والفاسدة في سيل وبعقوبة، فيما تم تسليم العجلات وسائقها والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمصدر نفسه. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط عجلة محملة بالخضروات والفاكهة تم التلاعب بوصف البضاعة وحمولتها في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان. وذكرت الهيئة أنه وبعد تدقيق المعاملة الجمركية من قبلها تبين أن وصف الحمولة كان يشير لأنواع من الخضار مجموع أوزانها الكلي 17 طن، بينما اتضح بعد المعاينة أن المادة المحملة تقتصر على مادة البصل فقط ولا وجود لباقي التفاصيل المذكورة في المعاملة الجمركية. وفي ظل تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، قال عضو مجلس مكافحة الفساد سعد موسى إن المجلس يحقق بأربعة ملفات حساسة على رأسها الجمارك. وأوضح موسى أن 80% من واردات الجمارك لا تدخل خزينة الدولة، مبينا أن هناك تحقيقا في ملف تنفيذ العقود في مؤسسات الدولة وتضخم الأسعار بالإضافة إلى ملف النفط. وأكد موسى وجود 2000 قضية لدى القضاء ما زالت غير محسومة حتى اليوم. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. في أمان الله.